ويمكن في ظل هذه الأزمات وفي العرض اللي احنا سمعناه من دكتور محمد معيط اللي بيأكد ان احنا في المنطقة او الحدود الآمنة اللي بتؤكد على قدرة مصر على الالتزام ب يعني التزاماتها الخارجية تحديدا. وهنا يهمنا نسمع رأي دكتور محمود محي الدين في ظل هذه الأزمات. عاوزين نعرف رأي حضرتك اولا في كيف يمكن مواجهة الأعباء اللي بتلقيها هذه الأزمات على كاهل الدول الناشئة تحديدا، وثانيا تخفيف تأثيرها على الفئات الأكثر احتياجا. دولة رئيس مجلس الوزراء، معالي السادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة مبالغة أن أكون مع حضراتكم اليوم، وسعدت بالمناقشات الهامة الجارية من بداية اليوم والمداخلات الهامة من فخامة رئيس الجمهورية والعرض المتميز الذي قام به دولة رئيس مجلس الوزراء والمداخلات السابقة التي سوف تعفيني من قدر عال، وذلك للمصلحة العامة لوقتكم ولتعبكم، من كثير من التفاصيل. ولكن لم أكن لأفوت هذه الفرصة بحضور حضراتكم ودورة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية والسادة المعنيين جميعا، النواب وكل المشاركين، بأن هناك بعض الرسائل الرئيسية والأساسية التي يجب التعامل معها عندما نتناول في تقديري كل جلسة تم اختيارها في محاور النقاش على مدار الأيام الثلاثة المهمة. ولكن إذا كانت في جلسة أعمالها تؤثر بشكل أكبر من غيرها على ما يمكن أن يدور في أروقة أخرى ومناقشات أخرى، بما في ذلك الجلسة الهامة القادمة عن السياسة النقدية وسعر الصرف والتضخم، فهي السياسة المالية العامة. السياسة المالية العامة هي قد تكون هي بيت المال فعلا، وقد تكون هي بيت الداء. والسياسة النقدية في الدول النامية مشتقة بالأساس من السياسة المالية العامة. مهما أوتي البنك المركزي في أي دولة نامية من قوة، إذا منفلتت المالية العامة يصعب عليه تدبير أمره، سواء في السيطرة على التضخم أو في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. السياسات القطاعية التي نناقشها على مدار الأيام القادمة، وأنا كنت أتشرف أن أنا يعني شغلت منصب وزير الاستثمار في بلدنا لفترة طويلة، أعتقد أنه المسؤول الأول عن الاستثمار نجاحه أو فشله، وليس من قبيل مجاملة وزراء المالية، هو المسؤول عن السياسة المالية العامة بتنسيقها دون جمارك، دون ضرائب، دون تيسير. كل ما يمكن أن يقوم به مروج الاستثمار المعد لفرص الاستثمار هو موضوع مهم، ولكنه دون العمود الفقري للعمل لا يمكن أن يتم الأمر دون مساردة من المالية. لا أريد أن أثقل على معالي وزير المالية بأعباء أكبر مما تعرض لها، ولكن أتصور أن نقاشنا اليوم مهم في عدة اعتبارات، أهمها هو طرح الأسئلة المركزية الرئيسية: أين هي المشكلة؟ وهستعرضها مع حضراتكم في بعض الشرائح حالا، ولكن أنا ببدأ من السياسة المالية العامة لأنها المعبر الأكبر عن أولويات الدولة. من يحصل على ماذا؟ ومتى وكيف ولماذا؟ كل هذا من ليست مجرد التوازنات الرئيسية ما بين الإيرادات والمصروفات، ولكن هي أولوية مجتمع يعبر عنه من خلال وجود الموازنة العامة. البرلمانات في الدول المختلفة لم تكن لتوجد إلا لأن هناك موازنة عامة وهناك دافع ضرائب يحاول أن يناقش أين تذهب حصيلتها. وبالتالي في عجالة، يعني طبعا أنا سعيد جدا باعتبار موجود يعني في مؤسسات دولية أنه كل ما صدر عن التقارير والمؤسسات الدولية تم استعراضه، ولكن في عجالة أي شيء بتشوفوه النهاردة في تقارير مؤسسات دولية، وأنا معانا بعض الأصدقاء من البنك الدولي ومن أيضا بيتابعونا زملاء من صندوق النقد، اللي صادر من التقارير الدولية من البنك الدولي من صندوق النقد الدولي دائما محل مراجعة الآن بالنسبة للتقديرات. يا دوبك تحصل على التقرير اللي بيقدر معدلات النمو، بعد كم شهر هتجد انه التقدير تمت مراجعته، لاننا بنعيش في قدر عالي من عدم اليقين، عجز في الثقه وفائض في الازمات. اي نموذج مهما كان هناك حكمه
في تدبير قواعده أو معاييره هتجده مختل، وبالتالي بنجد كل شوية في هذه المراجعات لمعدلات النمو المتوقع، معدلات التضخم أيضا المتوقع. ما بين كل تقرير وآخر هناك مراجعات لم يسبق في تاريخ إعداد النماذج للتنبؤ أن رجعت بمثل هذا القدر لسبب المشكلات التي تم استعراضها في الجلسات الماضية. المفاجأ بي أنه كل هذه الأمور لا يجب أن يكون لدينا محل مفاجأة واستغراب. من فترة طويلة والحديث هناك عن ما يعرف بالمربكات، ويمكن في كليتي العتيدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من 3-4 سنين كلمنا عن مشاكل كثيرة، منها المشاكل الجغرافيا السياسية وتحديات العولمة، مشاكل أوبئة وجوائح، تغيرات المناخ، ومصر بتستضيف أهم حدث على مستوى العالم في خلال أيام، والعمل بالمناسبة نطمنكم بيسير بهم عالية في التحضير، والبركة طبعا في اللجان المنظمة وتحت رعاية سيادة الرئيس واللجنة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء، فيها عمل ضخم بيتم فيها. لكن تغير المناخ واحدة من التحديات. التحضر المتسارع اللي اتكلم عنه دورة رئيس الوزراء واحد من المشاكل، إن لو تجاهلناه حتى لو عملنا كل اللي عملناه اليوم وتجاهلناه غدا من الممكن أن يتحول إلى انفجار في أوجهنا، وبالتالي هناك تدبير مطلوب للمالية العامة. التغيرات الديموغرافية بين دول تعاني من زيادة الأعمار وأخرى تعاني من قلتها بعدم القدرة على تدبير الاحتياجات المناسبة لهذا الهرم الديموغرافي شديد التغير. حالات الهشاشة وانتشار العنف، كل هذا يعني ليس جديد، ولكن في هذه الأمور فرص وتحديات بتلقي بظلالها على الموازنات العامة للدول. توقعات معدلات التضخم، احنا بنتكلم على انه الأثر الأكبر للتضخم الظاهر هو ما هو مستورد من الخارج، وأيضا تم استعراض هذا الأمر في موضوع سلاسل الإمداد. تشديد السياسة النقدية وكرد فعل للتضخم بيؤدي أيضا لزيادة أخرى قد تكون لها أثر تضخمي بالضرورة في بعض البلدان. مشكلتنا في هذا العالم أن الدول المتقدمة عندما تحدث لها أزمة نتأثر لها. الأخطر، وليس يعني هناك عدل في هذا العالم، أنه عندما تحاول أن تعالج أزمتها بنتأثر بدرجة أكبر. ده تحديدا اللي حصل على مدار الثلاث سنوات. الزيادة في الإنفاق النقدي للتعامل مع الجائحة سبب مشاكل، ولكن خروج هذه الدول، وسوف تخرج من أزمتها لأن عندها قدرة مالية عالية أنها تخرج من هذه الأزمات، وعندها سياسات مالية ونقدية محكمة هتخرج، ولكن تأثيراتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وما كان معتقد أنه سوف يؤجل وهو الركود التضخمي أصبح واقع قائم. توقعات عجز المالية العامة كنسبة من الناتج المحلي ونسبة الدين العام للناتج المحلي تم استعراضها، ولكن بقول هنا أمرين. الأمر الأول أن القيود على الموازنة العامة أصبحت مقيدة لحركة المالية والحكومة بأنها توفر بعض الاحتياجات الرئيسية، بما في ذلك أهمية زيادة الإنفاق على الاستثمار في رأس المال البشري، الصحة والتعليم، وعلى الحماية الاجتماعية. الأمر الآخر، وعجبني يعني العرض اللي قام بدولة رئيس مجلس الوزراء صباحاً، أنه لم يتحدث فقط عن توقعات نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، ولكن اتكلم عن ما هو أخطر منه وهو خدمة الدين للصادرات، وهو هذا هو ليس ما هو في الشك، ولكن ما أشار لي دولة رئيس مجلس الوزراء هو الجدير بالمتابعة الدورية، لأنه ممكن باخد مؤشر على حسب ما واحد بقى عايز يطمن، رايح لطبيب عايز يشوف والله يطمني، فيشوف بعض المؤشرات الجيدة ويروح لأهله يعني محبورا مسرورا. ولكن في مؤشر أهم وأخطر من نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وهو خدمة الدين، وهو كما أشير صباحا الذي يستدعي النظر. الكلام بقى اللي بيجي من التوصيات الدولية خلاص أصبح من المحفوظات المكررة، وإحنا بناخده يعني على أساس إن ده في إطار عام، ولكن إحنا بنطالب عندما يكون هناك حالة دولة زي مصر إن يبقى فيه بعض الوصفات المحددة في العمل. يقول لك على الصعيد السياسي المالي العامة احمد وادعم الفئات الأكثر ضعفاً، نسق بين السياسة المالية والنقدية، يعني المجموعة الاقتصادية كانت موجودة في اجتماعات البنك والصندوق واستمعوا إلى ذلك، اعتمد على معلومات مدققة ومحدثة عن السيطرة على التضخم، وعلى الصعيد الاقتصادي الحقيقي اعمل لك ما تستطيع في إطار الإصلاحات الهيكلية. ولكن العبرة هنا بتنفيذ هذه الموضوعات على مستوى الدولة. هنا بقى تأتي
القصة الكبرى في الحالة المصرية، وإزاي المالية العامة تستطيع أن تتعامل مع هذه المشكلة. وأنا أتابع يعني لسنوات طوال الحالة المصرية في تطوراتها المختلفة، ولدينا مشكلة يعني ياريت لو خرج هذا المؤتمر بفهم للأسئلة الواجبة الإجابة التي تستدعي التعامل معها بالسياسات. هل مصر عندها مشكلة زيادة واردات ولا مشكلة صادرات؟ مصر لديها حتماً مشكلة واردات، ولكن لديها أزمة في الصادرات. وأنا أفرق ما بين ثلاثة، ما بين المشكلة والأزمة والكارثة. الكارثة هتحصل إمتى؟ لو أنا هفتكر إن مشكلتي دايماً هي زيادة الواردات، وأقعد أعمل قيود مانعة للاستيراد، وأقعد أسمع كلمتين ما لهمش أساس عن ما يعرف بالواردات من سلع استفزازية. والمستفز حقاً هو هذا الكلام المرسل الذي لا دليل له، وإنه ما بص على حالة مصر بقارنها بفيتنام، بكمبوديا، بكوريا الجنوبية، بكولومبيا، بدول أخرى حتى أكثر، بجد أن مصر من أقل الدول استيراداً نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. والأدهى والأمر لما بص على مكونات الواردات بجد أكثرها من خامات وسلع ومعدات رئيسية تدخل في الصناعة، تدخل في الزراعة، تدخل في الخدمات. كنت امبارح عند طبيب أسنان بيقول لي أنه عنده مشكلة في أنه معدة مهمة بالنسبة له مش موجودة بقالها عدة شهور، لأنه دي واحدة من الحاجات الأساسية. اللي بيستفزوا بعض الحاجات اللي ممكن بنشوفها ما مستفزة للبعض، إذا استطاعوا أن هم يشتروها ويدفعوا جماركها فدي دي جيدة بالنسبة لهم. إذا كانت هذه المدخلات اللي بتسمى مستفزة من بعض السلع الغذائية مثلا ولا غيره، ولكنها تدخل في صناعة مهمة وحيوية زي السياحة، فهي مدخل من مدخلات السياحة. المشكلة اللي عندي حقيقة هي في الأزمة التي هي بصراحة باستمرارها تكاد أن تكون كارثة في حالة مصر، هي من انخفاض نسبة الصادرات للناتج المحلي الإجمالي. متوسط نصيب الفرد في مصر من التصدير أقل من أي دولة مقارنة في الشكل الموجود. الجهد هنا لما أجي بشخص هذا العلاج يبقى بقول لمصر تحركي في زيادة الصادرات، تابعي موضوع مشكلة الواردات، ولكن الأزمة الكبرى في الصادرات. المالية العامة هنا دورها عندما تقوم بنواصي العمل الاقتصادي سواء في السياسة الجمركية، في صندوق دعم الصادرات، في التعامل مع ما يمكن أن يشكل الميزان، لأن هنا مش فقط مع احترامي معالي وزير التجارة والصناعة والمعنيين بالاستثمار هنا، ولكن اليد الكبرى والطولة في التعامل مع هذا الموضوع هي السياسة الجمركية والضريبية وسياسة الإنفاق العام التي من شأنها أن تعين وليست وحدها، لأن أنا عايز بضاعة في الآخر أستطيع تصديرها، عايز تنافسية، وده العنوان الرئيسي لهذا المؤتمر. مرة أخرى مشكلة مصر في الواردات قد تكون، ولكن أزمة مصر في زيادة في قلة الصادرات. الإنفاق العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، لدينا مشكلة في الإنفاق العام. ممكن نقول دايماً عندنا مشكلة، أي حد درس اقتصاد أول حاجة بيستفتحوا بيها في كلياتنا أنت موجود تتعلم عشان تحل حاجة اسمها مشكلة اقتصادية. لو عندكش مشكلة اقتصادية ما فيش داعي لكليتك. عندك مشكلة اقتصادية إذا تركتها دون حل فهي أزمة، إذا قمت بالحل الخطأ فلديك كارثة. عندك الإنفاق العام، هل الإنفاق العام في مصر ليس مجاملة لمعالي وزير المالية وأعوانه في الوزارة، هل هو الأعلى في العالم؟ لا، ده بالعكس، احنا بنشوف بعض الدول اللي احنا عايزين نبقى زيها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هتجد ان متوسط الانفاق العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي أعلى من ذلك بحوالي، ده المتوسط حوالي 40.5 لـ 41%، تروح لبلد زي فرنسا هتلاقي 55%، تروح لدول اسكندنافية عندها انفاق أكبر على التعليم والرعاية الصحية والنقل العام والمرافق الأساسية ودولة رفاه هتجد الأرقام أعلى من ذلك. المشكلة عندنا في الإيرادات الضريبية كنسبتها للناتج المحلي الإجمالي التي أنا ما رجعتش للأزمات السابقة ولا سنوات أطول، ولكن لو باخدها من الأزمة المالية في 2008 لحد 2020 بنجد أنه الإيرادات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي هي الأقل. القصة هنا مش زيادة ضرائب وتحصيلات، ما هو النشاط الاقتصادي الذي سوف يولد هذه الإيرادات الضريبية؟ أين أرباح تجارية وصناعية تساندني في هذا الأمر؟ بالإضافة طبعاً للجهد المعتبر اللي بتعمل في وزارة المالية في جهود التحصيل وفي الميكنة وفي المتابعة وفي التعقب التهرب إلى غير ذلك، ولكن النشاط الاقتصادي هو الذي يجب أن يغذي هذه الإيرادات الضريبية.
أسئلة أخرى مهمة. إجمالي تكوين رأس المال الثابت ده واحد بقى من المعايير الرئيسية، مش النسب السيارة التي يعني تذهب وتأتي. في حاجة عندنا ما يعرف بتكوين رأس المال الثابت. القطاع الخاص نسبته للناتج المحلي من 2008 ل 2020 الخط نزولي لأسباب شرحها باقتدار دولة رئيس مجلس الوزراء، ولكن احنا هنا بنتكلم بقى عن نقطة التحول. المخاطر تراجعت، الثقة في البلد أكبر، البنية الأساسية تميزت، هناك فرص كبيرة. القطاع الخاص بيقول الذي كان بعضه يعني عاكفا وعازفا عن الاستثمار بيقول اديني فرصتي، انت خدت مجال كبير من عملي. احنا نزلنا التلت في هذا الرقم. طبعا بقيه الاستثمار جاي منين؟ جاي اللي بيكمل الاستثمار هو الاستثمارات العامه. هنا اللي اتسال في السؤال السابق هل هناك بقى ميزان كم نسبه، السؤال اللي سؤال الدكتور زياد واجاب عليه. انا باكد انه لا يوجد نظريه اقتصاديه تقول ايه نسبه المال العام للمال الخاص في الاستثمارات، ودي مهمه للوثيقه المهمه اللي بيشرف عليها دوله رئيس مجلس الوزراء. المهم عندي هنا ان القطاع الخاص لا يجب ان يحرم من فرصته في التطوير والابتكار، لانه في شيء مهم جدا قاله لنا وزير الماليه انه هناك زياده في الدين العام. نعلم تماما أن الاستثمارات العامة تمول بالدين، أما الاستثمارات الخاصة فبتمول بالاستثمارات من موارد ذاتية للقطاع الخاص، أو إذا استدان فهو دين خاص وليس دين على الدولة. بالمناسبة بموضوع الديون، هناك دراسة موجودة حد يطلع عليها من البنك الدولي عملها من عدة سنوات عن المقارنة ما بين مطارين، زي كده قصة مدينتين، القصة الشهيرة القصة مطارين. قارن ما بين مطار في بلدنا ومطار في إحدى الدول العربية الشقيقة، وفي مطار ثالث ما جابوش سيرته ولكن كان أهم من المطارين في قدرته على الاستيعاب. في مطار تم تأسيسه بالدين، وفي مطار تاني أفضل وأكثر كفاءة وبيجيب إيرادات وأصبح مصدر ربح وليس مصدر للعبء على الموازنة العامة للدولة. اتعمل من النظام اللي أكد عليه دولة رئيس مجلس الوزراء النهاردة إن احنا بنلجأ لنظام المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وإطاره القانوني موجود ومحتاجين تنفيذه. يعني النهاردة في هذه المجالات التي حتى في البنية الأساسية ومنها المطارات من الممكن يبقى فيه انطلاقة في هذا الأمر. صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ده مرتبط بالطريقة اللي أنا مولت بيها التنمية المستدامة في مصر. لو أنا دخلت الاستثمارات الأجنبية عشان تبقى شريك معايا معاها استثمارات خاصة، كان الاستثمار الخاص معايا هيزيد وصافي الاستثمار الأجنبي للناتج المحلي الإجمالي كان هيرتفع، مش هينزل من حوالي 5% ما كان في 2007-2008، ده بعد النزول من رقم أعلى من ذلك. قبل 2007-2008 كانت أعلى رقم للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد كده 2008-2009 بعد الأزمة الرقم نزل لخمسة، ولكن الرقم الأخير 1.5. احتمال، وده الأقرب للواقع، أن التقديرات أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة هتزيد في مصر هذا العام بسبب الهمة في محاولة جذب الاستثمارات الأجنبية زي اللي احنا شايفينه. أنا مش هطول في موضوع هيكل الإنفاق الحكومي لأنه ده يعني شكل مشترك ما بين معالي وزير المالية واللي احنا بنقوله، ولكن أنا بتكلم هنا إنه ما فيش مرونة كبيرة عند معالي وزير المالية نقدر نتحرك فيها، عنده سوابق كتير، أجور وفوائد وحتى إمكانية بقى الحركة ما بين شراء أصول غير مالية أو دعم ومنح ومزايا اجتماعية. هنجد الحركة هنا مقيدة للغاية، يعني إذا أراد أن ينفق على الاستثمارات الأهم وهي في رأس المال البشري وفي البنية الأساسية. نيجي بقى عند حاجة بنتكلم عليها ودرسناها في تقرير مهم دولة الرئيس، وعرض على سيادتك هذا التقرير وعرض أيضا على فخامة رئيس الجمهورية من الجانب المجموعة الوزارية اللي نسقتها وزارة التخطيط، وكان فيها البنك المركزي وزارة المالية وزارة التعاون الدولي وباقي الوزارات، عن موضوع تمويل التنمية المستدامة. في فضيلة غائبة في تمويل التنمية المحلية، واحنا بنتكلم على توطين تنمية مستدامة. لا يوجد مجال لتوطين تنمية من غير ما يكون هناك توطين لتمويل التنمية. انا هنا بتكلم عن نموذج مش موجود بالكامل في مصر، ان في المصروفات هنا بتتم على المستوى المحلي دون المركزي في مجالات زي التعليم والرعاية الصحية، انا بصرف عليه مركزي. المساعدة الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر بصرف عليه مركزي، ولكن في حاجات تانية بتتعمل على المستوى المحلي، منها أمور بيئية إلى غير ذلك من خدمات رئيسية بتقوم بها المحليات. المحليات عشان تقوم بهذا الأمر بكفاءة، وعلى فكرة في دراسات مقارنة على إيه اللي ممكن يفرض، وعندنا أساتذة الضرائب زي الدكتور حسين وطبعا معالي وزير المالية والحاضرين، إنه عندنا في موضوع الضرائب على المستوى المحلي
من الممكن ان يبقى فيه عندي ضريبة اكثر قدرة في التحصيل فيها الجهة المحلية زي الضريبة العقارية في العالم كله باستثناءات احنا منها وغيرنا طبعا، عشان انا عارف ان ممكن نماذج المماثلة لنا تطلع على طول، ولكن الضرائب العقارية بالاساس هي ضريبة محلية، وهتجد كفاءة في التحصيل لان المحافظ والرئيس الوحدة المحلية ورئيس مجلس المدينة هيبقى عنده رغبة في انه يحصل هذه الضرائب. انا عارف انه نظامنا مبني من البداية على انا بحصل مركزي وعين بنعمل توزيع وحصل تطوير جيد في هذا الشأن، ولكن ده موضوع للطرح ان بعض الضرائب والرسوم وبعض حتى الضرائب على المبيعات من الممكن ان تتفاوت. يعني في حد ساكن في منطقة جيدة في اسكندرية ولا في القاهرة يستطيع ان هو يدفع افضل نسبيا من حد ساكن في اسنيت ولا في كفر الشهاوي، ده ناحيتنا في ناحيه البلد يعني. فهنا الضريبه على المبيعات ممكن تتميز. طبعا اللي قاعد في اسكندريه هيدفع اكثر في ضريبه المبيعات المحليه عن الموجود في الارياف. دي كلها من هنا 24 بند من الايرادات. انا هنا بقى مش عايز افتح عين، وطبعا معالي وزير الماليه مفتح عينه على كل المصادر، ان انا افتح عينه على كل الايرادات 24 ايراد، وما اقولش برضه ان في مصروفات وما فيش نوع من انواع الاستقلال اللي ممكن تكون الجهات المحليه قايمه بيها. دي دراسه مهمه تم تحديثها وانا يعني اشرفت على اصدارها اما كنت في البنك الدولي. اخر حاجه من التقرير اللي صدر في التوصيات المختارة من تقرير تمويل التنمية المستدامة، ده اتعمل مع بالتعاون مع 20 اقتصادي مصري وعدة مؤسسات دولية منها الأمم المتحدة اللي رجعت معانا هذا التقرير. في خمس حاجات في أقل من دقيقة ونص. أول حاجة، لا يمكن الحديث عن تمويل تنمية ولا هقول قطاع خاص ولا دكتور أجنبي. محمود أنا عاوز أقول بس لحضرتك فاضل دقيقتين. ده كرم كبير، أنا كنت عايز دقيقة ونص. طب ماشي. مركزية دور الموازنة العامة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل. قبل ما أتكلم على القطاع الخاص وأتكلم على الاستثمار الأجنبي، هناك مركزية لدور الموازنة العامة لأن بيصدر منها الإشارات الرئيسية إما مرحبة أو طاردة للاستثمارات الخاصة. بعد كده أن أنا عندي مجال لزيادة الاستثمارات الخاصة والعامة والأجنبية، أهمها على إطلاق رأس المال البشري. الكلام اللي اتكلم عنه سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء النهاردة، بتكلم على نظام صحي وتعليمي مختلف تماماً. الملحوظة اللي قالها سيادة الرئيس على أن عايز 500 ألف مؤهل عشان يشتغلوا معانا في الصناعات الجديدة اللي بتجيب في العامل فيها بياخد 10 و 15 ألف دولار زي بعض الدول المجاورة، دي محتاجة رأس مال بشري مختلف، وإن كان عندنا استثمار كبير فيه وما بيطلع بره البلد بياخد مثل هذا، وفي بعض الشركات الخاصة أيضا مثل هذا. البنية الأساسية التقليدية والتكنولوجية، وبعدين بقى كل الموضوع اللي هنتكلم فيه على مدار 10 أيام في شرم الشيخ عن موضوع الاستثمارات في الاستدامة. الموضوع الآخر الإصلاحات الهيكلية ومعالي وزيرة التخطيط اتكلمت فيه، وبعدين عندنا المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الرقمية. دول الجناحين اللي احنا كبلد محتاجين ان احنا نقويهم، جناح الاستدامة مع التحول الرقمي. أما أهم مشروع في تقديري فهو الاستمرار قدما في توطين التنمية من خلال حياة كريمة، واستهداف أن لا يكون في هذا البلد في خلال وقت معلوم أي شخص يعاني من مشاكل الفقر المدقع في بلادنا. ختاما أمرين، الإطار العام للنقاش والحوار مؤسس للسياسة الاقتصادية. مضى الوقت اللي السياسة الاقتصادية بتتعمل في مكاتب مغلقة ثم تعرض على البرلمان ثم تعرض على عموم الناس المعنيين بهذا. أصبح اليوم في صياغة السياسة الاقتصادية العامة التشارك في الصياغة، وزي ما بيتم الآن في هذا المؤتمر واحدة من عوامل نجاحها. الأمر الآخر هو التيسير في، احنا بنتكلم في بعض الحالات والاقتصاديين أكثرهم بنستخدم مصطلحات معقدة، التيسير من خلال الإعلام ووسائل تبسيط المعلومات دي محتاجة استثمار من نوع آخر. وقد يكون، ودي بقى دعابة يعني نختم بها هذا الكلام لمعالي وزير المالية بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، أنا كاقتصادي بتابع الاقتصاد المصري من فترة طويلة، بجد صعوبة كبرى في التعرف على السنة المالية بتاعتنا وتحويلها لسنة ميلادية. من يوم ما حصلت الحركة بتاعت تغيير السنة المالية انها ما بقتش سنه ميلاديه زي ما الناس كانت شغاله قبل كده، انها تبقى متوافقه، اتكلم عن 2008 ولا 2020 ولا 2022، تبقى السنه الميلاديه تبدا من يناير والسنه الماليه تبدا من يناير وتنتهي في ديسمبر. وعلما بعدد من مؤسساتنا القطاع الخاص شغال بالسنوات الميلاديه، وايضا الشركات البنوك شغاله بالسنوات الميلاديه، ولكن الموازنه العامه للدوله
والجهات التابعة لها محيرانة، ودي بتخلي مسألة المقارنة والتشويش واستخدام رقم غير موفق ده له سببه ممكن يعني نشرحه، بس مش هيبقى في وقت له. ليه تحولت هذه الفترة نوع من أنواع ما يعرف به يعني المعالجة المحاسبية غير الموفقة في هذا الوقت، عشان ما نتكلمش عن زمن ما هواش خاضع لحسابنا دلوقتي، ولكن احنا أولاد اليوم ياريت السنة المالية تبقى متوازنة ومتوافقة مع السنة الميلادية، وده بداية التبسيط. وأتصور أن معالي وزير المالية عنده يعني مشروع ضخم إن شاء الله في هذا الشأن. عند هذا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. وما ننساش أن احنا عندنا مؤتمر يترقبه العالم، وأتصور اللي احنا بنعمله النهاردة بيؤكد أن احنا وإحنا بنستضيف العالم لا ننسى أنفسنا في الإعداد والتجهيز، وكل التوفيق والنجاح إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمود محي الدين على هذه الكلمة الوافية التي يعني شملت إجابة لعدد من التساؤلات التي تدور يعني في فلك المواطن المصري.